السلام عليكم. في هذه الحصة هذه سنحدد معادلة ديكارتيمال المستقيم انطلاقا من نقطتين تنتميان إليه. قلنا مثلا السؤال هو ديتيرميني ليكواسيون دو لا دروات مثلا دلتا كي باس درت احدى زيادة مثلا ناقص ثلاثة ناقص واحد اي بي احدى زيادة مثلا خمسة ناقص واحد. اول حاجة جميع معادلات المستقيم تكتبوا على الشكل مثلا سواء صورة ليكواسيون دو لا دغوات اللي هو مثلا عندنا هنا دلتا سيكري سو فورم. اذا هذه هي الصيغه العامه ايغريك ايتيغال ا اكس زائد بي. حنا مطلوب منا نحدد ا اي بي هذا لا بونت هو المين ثم اكتب عند الاصل لنحدد ا غيره. قلنا ا ايتيغال ايغريك بي ناقص y a sur x b ناقص x a y b اللي عندنا هنا خمسة ناقص ناقص واحد موان زان. ثم عندنا لابسيس ديال b موان زان موان موان تخوا دونك هنا دينا موان موان دينا بلس موان زان موان مع موان دينا بلس هي سيس سيغ دو تخوا. فوالا حنا لقينا لا بونت مي. نعوضو في المعادلة y كتساوي 3x زائد b. دابا الآن مطلوب منا هو تحديد قيمة b لا فالو ديال b. ناخدو إما النقطة A أو النقطة B كلاهما بهم نحددو هاد القيمة هادي اللي هي الأرتوب عند الأصل. قلنا مثلا A موان 3 موان زان أبارتيان لدلتا يعني أن إحداثياتها تحقق المعادلة. نعوض y بناقص واحد ثم نعوض x بناقص ثلاثة ثلاثة في x هي ناقص ثلاثة هاي b. إذا هنا ناقص واحد ثلاثة ناقص ثلاثة هي ناقص تسعة بلس b. ألور b إيتيغال موان زان نجيبو ناقص لنا معادلة الدرجة الأولى لأن b تساوي لنا ثمانية. أخيرا دابا مادام لقينا لابونت لوردوني دوريجين دونك صافي لقينا المعادلة ديال دلتا هي إيكغي كتساوي عندنا لقينا ثلاثة ثلاثة إكس ثم بي اللي هي زائد ثمانية. إذا هنا صافي حيت هادي صافي